السلام عليكم، معكم فاطمة النبهاني لاعبة تنس دولية من سلطنة عمان. اليوم حابة أوجه لكم رسالة بسيطة عن أهمية ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا ولحمايتك أنت وأحبابك من العدوى. إذا خلصنا من استخدام الكمامة نتخلص منها في المكان المناسب، وهي القمامة، وأنتم بألف كرامة. ما نرميها لا على الأرض ولا في الشارع عشان نحافظ على بيئتنا. وإذا رح نستخدم الكمامة القماشية فتأكدوا يوميا من غسيلها وتعقيمها، والله يحفظكم من كل مكروه.